اول بنك رقمي اسلامي على طول راح يخطر بالك على بنك نومو، لانه فعلا هو اول بنك رقمي اسلامي، هو يعتبر جزء من بنك لندن والشرق الاوسط. البنك باختصار بنك متكامل ولكن ما في افرع، عشان كذي يسمونه بنك رقمي، ولانه رقمي تقدر تخلص شغلك كله بدقائق من خلال التطبيق، يعني تفتح حساب من خلال التطبيق، تفعل ابل باي وخلاص مباشره تقدر تستخدم فلوسك اللي موجوده بالحساب من خلال ابل باي بضغطه زر، مثل ما احنا نستخدم ابل باي بشكل طبيعي. غير كذي اللي يميز بنك نومو انه في حسابك بحساب واحد عندك درهم اماراتي بنفس الحساب، ريال سعودي، دينار كويتي طبعا، الجنيه الاسترليني، اليورو، واكيد الدولار، فعندك 6 عملات في حساب واحد. كل اللي عليك انك تنزل تطبيق نومو. اول شيء شلون تفتح حساب نومو؟ ما يبي له دقائق بس، تنزل تطبيق نومو، موجود عندك جوازك الاصلي، لازم اصلي لانه يتعرف فعلا على يكون جواز اصلي، زائد بطاقتك المدنيه اصليه وبس. نزل تطبيق نومو بدقائق تفتح الحساب، وكذلك بدقائق تفعل الابل باي، فخلاص تقدر مباشرة الحين بعد دقيقتين يصير عندك حساب في بنك نومو، ويصير عندك ابل باي وتدفع منه بشكل مباشر. شلون تضيف في بنك نومو فلوسك؟ اذا كنت مثلا، طبعا هو حساب عادي في ايبان تقدر تحوله من اي بنك بالعالم، لكن اذا كنت من مستخدمين بنك بوبيان وتطبيق بوبيان تقدر تحول بكل سهولة من تطبيق بوبيان. ممكن بكل بساطة تطلب بطاقة بنك من نومو بأي دولة بالعالم، من 3 إلى 5 أيام راح توصلك البطاقة إلى عنوانك. نومو تقدر تحول من حساب نومو إلى حساب نومو من خلال دقائق، هام ثواني، من خلال رقم تليفون بس. إذا أي أحد عنده حساب نومو تضيف رقم تليفونه وتحول له. التحويل داخل، يعني إذا عندك أي حساب بريطاني إذا كان عيالك يدرسون هناك ولا شيء، تقدر تحول لهم بكل بساطة وبدون رسوم. كذلك أهل الودائع تقدر تستخدم حساب نومو من خلال التطبيق وتحط ودائع، يعتبر ودائع إسلامية. اللي مفكر يتملك عقار في بريطانيا فنومو أفضل طريقة. ليش؟ لأنه يعطيك تمويل عقاري مولك، ممكن تشتري عقار في بريطانيا. اللي عندكم الرابط تحت تطبيق نومو، مجرد ما تنزله وبدقائق يصير عندك حساب وتستخدمه وعندك أبل باي وبكل